الاخوان حنا كيما وعدناكم حنا مازالين في السوق تطوان القرنة. يعني تبارك الله الاخوان الخير موجود الحمد لله. كيما وعدناكم الاخوان يعني كل فيديو خاص بكساب. حنا الان متواجدين الاخوان عند سي محمد اللهم يسر محمد الاخوان كساب من نواحي ديال البقريت البقريه. سي محمد تحياتي تبارك الله عليك الله يحفظك الله يسخر الله يسهل الامور. محمد الكتيبه ديال البقريه المرقد ديال البقريه تبارك الله اللهم يسر. هادي سي محمد شاري ولا انا مربي على يدي مربي على يديك الله يسخر. هاد البركه هي اللي كاينه هاد البركه اللي بقات لي بعد فيها شويه جبت شي 100 وهي هادشي اللي بقى تبارك الله جبتي 100 قول لي جبت الروطار هيا خويا شحال بقات هنا شي 30 ولا شي 35 ولا 36 واقيلا 35 تبارك الله الله يسخر. يعني المليح تباع المليح تباع خويا بقى لي دابا هادو اللي ناقصين شي شويه هادو اللي ناقصين شي شويه او المليح شحال باش بعتي المليح؟ خويا من 240 وهبط 240 وهبط 2400 درهم ولتحت يعني المليح على السوق بعتيه 2400 هذه دابا راه كاعطيوها فيها دابا كاعطيو 180 190 كاعطيو فيها تعطيوكم 180 190 180 190 وما بعتيش؟ لا يجيب الله تيسير كيداير السوق تطوان هنايا؟ خويا راه ثقيل السوق ثقيل ثقيل الثمن كاين الثمن كاين كاين الثمن البيع قليل اللي باع كيبيع بثمن مزيان الثمن مزيان اللي باع كيبيع بثمن مزيان السوق راه ثقيل باقي الناس ما شراتش باقي الناس ما شراتش باقي الناس ما شراتش فالسوق بان ليا خاوي خاوي ما كاينش الكتيبه بحال العام الاول ما كايناش ناقصه بزاف النص بالنص كاع ولا اكثر تقريبا اه دابا مازال عندك شي سلعه اخرى ولا غير هذا؟ لا خويا ما بقاتش عندي الناس كاع ما بقاتش عندهم اللي جاب جاب داك الشيء زي ديك البركه اللي عندهم صافي ما كان اللي غيرجع زعما يجيب ولا شي حاجه ما كانش هذا الشيء اللي عطا الله والو يعني صافي الا كملتي هذه الله يجعل البركه الله يجعل البركه هذه نمشيو بحياتنا ان شاء الله ايوا جيب الله تيسير ان شاء الله الله يخليك ابا محمد سي محمد من البقريه الله يبارك فيك اليوم اثنين يوم اثنين اليوم داز السوق ديال البقريه داز السوق ديال البقريه اليوم وكي دار دوزتو شي تليفون دورتو شي عيطنا على واحد السيد قال لك الثمن اللي كاين تما كاع ما عمرو ما عمرو شفتو الثمن الثمن فاش في الغليظ ولا في الرقيق ولا قال لك لا رقيق لا غليظ كل شيء كل شيء قال لك كل شيء تبارك الله الثمن قال زايد 4000 5000 فراس يا حي على السوق على السوق زايد 25000 فراس على السوق ايوا الله يدير الخير يا رب هذا تباع هذا ياك هذا تباع اخويا شحال باش هذا 240 230 230 تباع هذا 2300 دير له الكرده السلام عليكم مرحبا غيسير خذ راحتك هذا الاخوان باعوا ب 230 اللهم يسر استاذ تبارك الله الاخوان غيسنا الحليب مليحه اللهم يبارك تحياتي لجميع الاخوان كما وعدناكم حنا عند هاد الكسابه نواحي ديال القريه اللهم يسر اخ محمد يعني غني التعريف اللهم بارك سي محمد شكرا وسمح لنا عطيتينا موقتك الله يخطيك الله يرحم الوالدين الله يخطيك انا جاي اللهم بارك كما وعدناكم الاخوان مازال ان شاء الله كل نهار نحاول نحط لكم فيديو ولا جوج فيديوهات من كسابة ديال المنطقه ديالنا سلاله تيمحتي تبارك الله موجوده هنا في المنطقه ديال تطوان. تحياتي لجميع الاخوان نتمنى يعجبكم الفيديو بالنسبه للناس تفرج فينا تخلي لنا شي تعليق تحياتي للجميع.